اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأوردنا حوضه، وأسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أكرمنا بالسلام عليه، والجلوس بين يديه، وتقبيل يديه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم عجل لأوليائك الفرج والعافية، اللهم عجل لأوليائك الفرج والعافية، اللهم عجل لأوليائك الفرج والعافية، وزد لنا في حياتنا، فإنك أنت الله الذي يهب عيش الأبد لأهل الآخرة، فهب لنا عمرا مديدا في طاعتك، وعيشا مزيدا في عافيتك. اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون، أن تجعل لنا من الفهم عنك وعن رسولك ما نبلغ به منازل الصديقين، ونحشر به في زمرة العلماء العاملين. اللهم إنا نتضرع إليك ونتوسل إليك وندعوك وأنت القائل ادعوني أستجب لكم، نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين وعبادك المجاهدين لطفا شاملا كاملا، تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتدفع به جميع الشرور. اللهم كن للمسلمين مؤيدا وناصرا، واكفهم شر أنفسهم وشر الأشرار منهم وشر أعدائهم وشر كل ذي شر من شياطين الإنس والجن. اللهم أقم دولة القرآن في كل مكان، وأسعدنا بنصرة الإسلام. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، وأعذنا من كل سوء، وقنعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيه، وألزمنا سبيل الاستقامة حتى نلقاك يا رب العالمين.